يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره الاساتذه الكبار استاذ رامي رجب واستاذ احمد الشام النقيبان الرياضيان. استاذ رامي مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك اخبارك كريم. ايه؟ انا سعيد ان اكون موجود معاك ومع ده شرف صديقي بالله. العزيز احمد الشام. ده شرف ليا. استاذ الكبير استاذ احمد الشامي مشرف ومنور وبيتسو موسيماني اخبارك؟ مش نسيلك انا. بس ده كان سجال بيني وبينك، بس كان مدتها شهرين. بس يعني كانت المؤشرات كلها بتقول كده. سواء انا بس افكر الناس، استاذ احمد من شهرين كان معايا ثلاثة وثلاثة كمان بالظبط، قال لي بيتسو موسيماني ماشي ماشي ومش هيكمل تعاقده معايا، وانا اقول له يا جدع مستحيل، راجل ماشي زي الفل وناجح، هو يقول لي هيمشي. احمد من الناس الكتار جدا في الاهلي يعني. لا يومها الناس هجمتنا كتير جدا صح بالليل تاني يوم، وكان في حظر كتير للفيديو المتقطع. خدت انا الخناقه انا. شيل بقى شويه. انت قلت الصح بس. لا هو بص فرصه يديك حقك كمان. لا يعني انا بصراحه يعني بشكرك وبشكر البرنامج وبشكر زمايلنا في كلهم في الاعداد، وطبعا استاذ احمد درمالي لما اتكلمنا يومها يوم موسيماني خد القرار فجاه كلمني. قال لي فاكر؟ قلت له انا فاكر، خد بقى الفيديو لان هو كان معايا يعني. صحيح. موسيماني كان قصه. قصة بتنتهي في النادي الأهلي مع حالة عدم الارتياح اللي عاشها بعد ما رجع من برونز كأس العالم. يعني عارف أنت الراجل راجع بالبرونز بس برضه مش مبسوط. هو عنده بحث عن عرض. خلاص السد والريان أعتقد وفقا للكلام اللي اتكتب إن هم خلاص مقفولين بالنسبة له. صح. إذا هو ما كانش عنده عرض رسمي في أي دولة عربية حتى الآن. حسب الكلام الأول إن هو عنده عقد لتحليل كأس العالم، وده امر طبيعي ما كانش هيعيقه في النادي الاهلي. صح. النادي الاهلي حتى تاريخه عنده مشكله مع المدير الفني. لكن عايز اقول لك بقى يعني معلومات تانية. يلا يلا. خلينا نقول ان النادي الاهلي راصد 400 الف دولار للجهاز الفني. عنده ثلاث مدارس بفاضل بينهم. 400 الف دولار ايه في الشهر؟ في الجهاز الفني. اوكي. مش خد بالك انت في عندك مشكله، دولار متحرك دلوقتي فبقت الامور. لا بس 400 الف دولار ده بنتكلم لغايه حتى لا حتى الدولار ده في السنه ده تقريبا يعني حوالي 5 مليون. هو انت كنت بتتكلم موسيماني كان باخد 200 في الشهر، فانت راصد الضعف. فراصد الضعف لان حركه الدولار عندك متغيره. فانت عامل اقصى رقم ممكن توصل له دلوقتي 400 دولار. عنده ثلاث مدارس بفضل بينها، مدرسه البرازيليه، مدرسه الالمانيه، مدرسه البرتغاليه. في مناوشات على مين اللي هيكون في الجهاز، سامي قمصان ومحمد شرف ولا محمد شرف بس. والوارد حتى حينه محمد شرف اللي يستمر، ممكن يكون في تضحيه بسامي قمصان. تضحيه بسامي قمصان ولا سامي قمصان عشان عنده عرض تاني؟ مش كده بس يعني ما نقولش تضحيه، ممكن نقول ان الكابتن سامي قمصان يدوا له فرصه يبقى مدير فني في فريق الدوري عشان حرس الحدود فعلا بيفوت. النادي الاهلي كان عنده تجربه قبل كده مع الكابتن محمد يوسف والكابتن حسام البدري لما اشتغلوا على او ما قعدوا على منصب المدير الفني بقى في مشكله لاي واحد جاي. فهم انا اعتقد ان ده التصور ان هم مش عايزين يدخلوا فتره ان ما يجي راجل اجنبي فيبقى الراجل عنده تخوف او يعني. دي مفاجاه تانية انت قلتها لي انه كابتن سامي قمصان ممكن يمشي. انا هسيبك عشان لما نرجع بعد شهرين اقول لك انت قلت صح ولا لا. انا بقول لك هو التصور يعني ده يعني كان عندي مداخله او مكالمه النهارده مع واحد من المسؤولين في النادي الاهلي، قعدنا ندردش كده شويه حوالي ثلث ساعه. قلبنا فيها كلام كتير، ده كان من ابرزها. عظيم. النادي الاهلي كمان عنده رؤيه للافارقه، هيبقى عنده يعني ثلاثه بشكل كبير بما فيهم ديانج، بس اعتقد ديانج اتاخر للشتاء يعني. ممكن في انتقالات يناير مش الصيف. بيرسي ومكسواني لا موضوع هيمش. منتهي هيمش. خلاص هم منتهيين، هم كمان مش مرتاحين. طيب استاذ رامي استاذ الحمد لله ده انت عندك الحكايه الكبيره. مدرب منتخب مصر النهارده بدأ الحلقه اصلا بمدرب منتخب مصر، وسالت سؤال واضح، في معايير في خطه في تصور في اتحاد الكره دلوقتي المدرب منتخب مصر، ولا الموضوع متوقف على فكره ان احنا هنرجع كارلوس كيروش وبس؟ خلينا بس قبل ما ابدا في قصه المنتخب يعني حته سامي قمصان، انا اعتقد من وجهه نظري لابد ان هو يستمر خلال الفتره الجايه. مهمه الفتره اللي جايه دي مهمه جدا للنادي الاهلي. وجوده مع الجهاز الفني الجديد. صح. الاجنبي هو اللي هيبقى المرآه بالنسبه له فتره طويله جدا. صح. انت مش جايبه في نهايه موسم او سيزون، فياخد وقت المدير الفني الاجنبي عشان يتعرف على اللعيبه. سامي قمصان ان كان جاي له عرض بره، اعتقد وجوده في النادي الاهلي بالنسبه له بيصنع تاريخ حتى لو ما كانش الراجل الاول. بس انا قلت خد بالك يا هيفضل هو محمد شرف بصفه ان الاهلي كان عنده مشكله، تذكر مع موسيماني لما ما كانش فيه مدرب عام ومدرب
فكان عنده مشكله لانه هو حب يضيف مدرب مع الجهاز وموسيماني رفض، وده كان واحد من الخلافات. في اقتراح ان سامي يمشي مع السمار محمد شرف. ده يعني ده الحالتين. انا من وجهه نظري ممكن انت عندك معلومه. لا يعني انا اكده. لا هو لا يتحدث عن معلومتك، هو يتحدث عن وجهه نظره. انا انا بوضح له بوضح له برضه علشان هو انه الخيارين مفتوحين. بس انا بالنسبه لي سامي يقعد الابرز حتى الان ان محمد شرف ياخد فرصه وسامي ممكن ياخد تجربه صحيح اخرى. اتفضل. بس انا كان وجهه نظري ان هو مهم جدا الفتره اللي جايه، وخاصه ان انت في منتصف سيزون وعندك ماتشات مهمه جايه الفتره اللي جايه، وسامي هو الاقرب للعيبه، فاعتقد يعني هو زي ما بقول لك كده هيبقى المرآة للنادي الاهلي. بالنسبه على المنتخب بقى، يمكن كلام كتير جدا الفتره الاخيره حصل مع المنتخب. هل كارلوس كيروش هيرجع للمنتخب ولا لا؟ الحقيقه في عقبتين بالنسبه لكيروش مهمين جدا الفتره اللي فاتت دي. العقبه الاولانيه اتحاد الكوره تعامل معاه الفتره اللي فاتت دي قبل رحيله معامله بالنسبه له كانت غير معامله غير احترافيه. ليه يا استاذ كريم؟ الراجل ده كان له مستحقات ماليه كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت دي. كان له ماتشات من بطوله الامم الافريقيه مكافئات ما خدهاش، كان له بعض المكافئات في بطوله كاس العرب ما خدهاش، كان له بعض المستحقات حتى في انجاده طوال الفتره الاخيره ما حصلش على مستحقاته بسبب الازمه الماليه. لما الاستاذ جمال قعد معاه فالراجل اتكلم معاه، انت ليك مستحقاتي قبل ما يمشي على طول، فقال له في حتى في بعض المكافئات الدكتور اشرف صبحي يمكن او وزاره الشباب والرياضه صرفتها. فلما جه اتكلم مع اتحاد الكوره في الموضوع ده فقالوا لا انت خدت المكافاه دي. فالراجل استاء جدا، وده اللي حصل، وده السبب الرئيسي في رحيل كارلوس كيروش بعد الجلسه اللي عقدها كابتن محمد بركات. انا كنت موجود في اتحاد الكوره وقتها، والكابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، وكان القروب يعني الامور قريبه جدا لتجديد التعاقد مع كارلوس كيروش. الراجل اما لقى الامور بالشكل ده الراجل يعني استاء جدا من المعامله، استاء جدا ان هو يعني رغم فشله في عدم وصول المنتخب لكاس العالم، عدم حصولنا على بطوله الامم الافريقيه الاخيره، ولكن في هو بيعتبر ناجح اللي هو وصلك مرحله نهائيه وخسرت ضربات الجزاء، وفي نفس الامر في المباراه النهائيه في بطوله الامم الافريقيه الاخيره. فالراجل استاء جدا جدا جدا، وده كان سبب رئيسي ان هو يرفض، وعملوا جلسه وقتها زوم، والراجل اعتذر بشكل رسمي عن استكمال الامم. حتى وقتنا هذا الراجل له مستحقات وما حصلش عليه. الجديد كمان يا استاذ كريم ان الراجل ده كان عاوز يلجا للمحكمة الرياضية لشكوى اتحاد الكورة، وكان متواصل مع عدد من هنا من اتحاد الكورة اللي هو لسه لحد الان ما حصلش على مكافئاته وفلوسه. كان المفروض كان هيشكو الاتحاد المصري كرة القدم للمحكمة الرياضية على اساس انه حصل على مستحقات، ولكن الراجل انتظر. يعني هو عنده مشكلة في الفلوس، لكن ما عندوش مشكلة ان حد يكلمه وقال له ما تكملش. لا في كان في تواصل، بس ان هو في حد المفروض تكلمه وقال له ما تكملش مع الجهاز ده، مع المجلس ده، مع المجلس الحالي. هو الراجل مستاء. ثانيا العقبه الثانيه ان هو متحفظ بشكل كبير جدا على عدد كبير جدا من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. شايفين ان هو هجموه كتير. خلينا نقول بعد مباراه نيجيريا الاولى في الراجل تلقى هجوم كبير جدا، الناس انتقدته من داخل مجلس اداره اتحاد الكوره، وبعدها كمان انتقدوه في كام ماتش لحد ما وصلنا لدور ال 16 والامور بدات تتحسن. بس الراجل كان مستاء جدا من الهجوم عليه. هو اكتر الناس قريبين منه هو اللواء حلو المشهور، راجل قريب منه جدا، عاش معاه في بطوله الامم، كان رئيس بعثه المنتخب. هو اكتر الناس قربا لمستر كيروش. كيروش كلمه امبارح، كان في اتصالات ما بينه وما بين المجلس اداره اتحاد الكوره، وتم الاتفاق. الراجل يعني حتى هذه اللحظه مش عاوز يوافق او لسه متردد للموافقه على العوده للمنتخب الوطني. خلينا نقول لو الامور دي او الصعوبه دي او الحاجات دي ما حصلتش مع كارلوس كيروش، اعتقد ان هو كان هو انا هقول لك بنسبه 100% هو المدير الفني للمنتخب الوطني. الراجل كلمهم وقال لهم اديني مهله واسبوع، وبعد كده عاوز يعمل جلسه في مصر هنا خارج مصر، جلسه ما بينه وما بين اعضاء المجلس عشان لتسويه الامور الماليه الاخيره واتفاق على اليه عمل خلال الفتره الجايه. الموضوع ده عامل قلق داخل اتحاد الكوره، مجلس اداره اتحاد الكوره. طب الراجل ده بعد اسبوع هل هيدينا موافقه ان هو يكون متواجد ولا يعمل لنا ازمه؟ فبالتالي اتحاد الكوره بدا البحث عن اكتر من سيره ذاتيه. اعتقد ان كابتن حازم امام تلقى اكتر من 50 سيره ذاتيه من عدد كبير جدا من المدربين اللي لهم اسمهم. بس خلينا نقول ربما النادي الاهلي بيحط رصيد عالي جدا عشان يتعاقد مع مدير فني اجنبي.
اتحاد الكوره برضو الظروف الماليه اللي بيمر بيها، رغم يعني اعلن المسؤول اتحاد الكوره الفتره الاخيره ان الاتحاد ما بيمرش بازمه ماليه، لا في ازمه ماليه في اتحاد الكوره. الحكام مثلا بقالهم اكتر من 4-5 شهور ما حصلوش على مستحقاتهم الماليه بتاعه المباراه، رغم ان اللي كان موجود في اللجنه الثلاثيه ايام الاستاذ احمد مجاهد كان بيتقاضوا راتبهم او المكافئات بتاعتهم شهريا. في ازمه، في ازمه ماليه. الدكتور اشرف صبحي لما عمل جلسه مع مجلس اداره اتحاد الكوره قبل اعلان القرارات الرسميه اجتماع المجلس، وعدهم ان هو هيكون مساند قوي للمجلس خلال الفتره القادمه. شايفين غضب كبير جدا من الشارع المصري من خساره من اثيوبيا، خساره من كوريا الجنوبيه بالرباعيه، وكان في غليان داخل الشارع المصري. فالراجل اكد دعمه الدكتور اشرف صبحي ان هو هيدعم المجلس اداره اتحاد الكوره، وعنده استعداد كبير ان هو يكون مساند للمدير الفني الاجنبي اللي هيجي، هيكون ان هو يقدر يساعده في الراتب الشهري اللي يتقاضاه خلال الفتره اللي جايه. لا بس ثواني، هو الوزاره دايما ملهاش علاقه بالراتب اللي يخص اتحاد الكوره. ده الدكتور اشرف صبحي اعلنها كمان. الدكتور اشرف لما اعلنها ده في ظل انت بتعدي ازمه، لكن هو الطبيعي اتحاد الكوره ده جهه مستقله ليها مواردها، ليها استثماراتها، ليها فلوسها. انت ما عندكش مشكله، بس ده منتخب مصر يعني. بس انت ما عندكش، اتحاد الكوره قال لك مش هقدر ادفع لمدرب منتخب مصر. لا كريم، انت ما عندكش مشكله في فلوس اتحاد الكوره. انت عندك مشكله انك انت النهارده لو عندك ازمه زي ما رامي بيكمل، وانا يعني عندك هيبقى عندك حوالي 5 أو 6 مدربين اجانب. طب ماشي، المدير الفني هنجيب، الوزاره هتدفع له، طب والباقيين هم تحملوا بقى. هم كمان عندك خبير تحكيمي اجنبي. ده انا بقول لك انت النهارده لو حسبناها برضه هتلاقي المبلغ كبير جدا. طيب النهارده يبقى انت النهارده هم عندهم شاله اجانب يعني. بص هو مجلس اداره اتحاد الكوره في جلسته مع الوزير كان من ضمنها ان انتوا اهدوا ووضحوا الصوره، بس اتكلموا مع الناس، وده كانت القرارات كلها. يعني لما تيجي تمسك القرارات مش هتلاقي فيه خيار ممسوك. خلاص، هو احنا هنجيب. طب هنجيب مين؟ لسه هنشوف. طب مين؟ ربنا يسهل. كروش، عودة كروش مش هتبقى في صالح الكرة المصرية. ليه؟ لأن أنت النهاردة حصل بينك وبين الناس فجوة. أنا وأنت دلوقتي اختلفنا، وأنت مشيت أو أنا مشيت. اختلفنا في الفلوس، واختلفنا إن في ناس اتصلت بيك يا عم كروش وقالت لك ما تكملش، وفي أنت خلاص ما بقتش مرتاح، وحس الناس دي أصلاً وجودك معهم مش هيبقى مفيد، إزاي هترجع لهم؟ طب من ضمن الكلام اللي رامي قال لك هيقدم شكوى. ماشي. عندك ثلاث من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك انت عندك ثلاث حاجات دلوقتي حوالك. انت مشكله كمدير انا وانت خلاص مش ما فيش تعاون او صعب ان احنا نوصل مع بعض للقصه دي. لذلك فكره اختيار مدير فني مفك الضرب في العلاقه بالظبط كده. وانت عايز بقى مدير فني عشان كده هو قلقان. هو عايز مدير فني، يعني يعمل لك خطه 4 سنين، تقعد مع 4 سنين، مش اللي هو مباراتين ويلا. ليه كارلوس كيروش برضو؟ خلي بالك يا استاذ احمد. لا هو كارلوس كيروش اول ما جه برضو ما لقوا الشارع المصري بعد الاداء في مع كابتن ايهاب جلال، فقال لك نرجع كيروش. استاذ رامي، خلينا نقول بس يعني هو الناس كلها كانت معترضه على كارلوس كيروش لما كان مع المنتخب، لما الدنيا وصلت النهائي الموضوع قال لك ماشي احنا وصلنا النهائي، لكن انت مع كيروش لو رحت كاس عالم ولا خدت امم افريقيا ايه اللي حصل بعد كده؟ ولا ادينا غيرت في حاجات، بس ما انا هقول لا اتفضل يا زرومي، بس عشان دي هرجع لك في الفضل. نقطه مهمه بعد الاداء اللي ظهر عليه المنتخب مع الكابتن ايهاب جلال، قال لك لا كيروش يرجع. يعني الناس حتى معلش هو انت ما تجيبش واحد سيء. بص ايهاب جلال مدرب يعني محدود، انت غلطت فيه. لا بص محدود كمنتخب. طب ما كمل بص يا كريم، انت بس اتظلم يا انت اتظلم في الظلم ده قصه ظلم. انت النهارده لما تبقى ماسك احمد، ممكن تديني بس فرصه اقول لك انا مش بتدخل خالص، بس انت بتكون ماسك مدير فني منتخب ده قصه ثانيه. انا احترم الكابتن ايهاب جلال وكلنا نحترم الكابتن، وما عنديش اي مشكله خالص. هكمل لك بس فنيا ممكن يكون كلامك صح انه كان يبقى محدود على مستوى المنتخب ممكن. ايوه بس احنا ما لحقناش نشوفه يعني برضه عشان ابقى معاه. يعني انا ما عنديش مشكله هقيمه زي كارلوس كيروش. هو احنا ليه بنقيم كارلوس كيروش ان هو مدرب ناجح مع منتخب مصر رغم ان هو ما خدش بطوله ولا وصل لكاس العالم، بس وداك لاخر مرحله لاخر نقطه وخرج بضربات الترجيح، فده التقييم يعني، ده التقييم. لكن انا كابتن ايهاب جلال على فكره كان ممكن ياخد بطوله، هل ساعتها كنت هتقول ان هو كده بقى خلاص مدرب كبير لو كان قعد؟ ما ممكن يكون انت شايف ان المنتخب فيه مشاكل. ليه ما وصلنا كاس العالم؟ ليه ما تقولش ان وضحت الامور ان في كتير من اللعيبه ما كانتش موجوده في ماتش اثيوبيا؟ لا ما هو تقول لي بقى ناس مش هتلعب. طيب بعد اذنكم، مش هرجع تاني لماتش اثيوبيا، بس احنا نقدر نكسب اثيوبيا باي لاعبين. هو ده اللي بتكلم فيه. ودي هقول لك، يبقى هنا مش في مدرب يعني المفروض في اربع خط. خلينا حتى على فرق الامكانيات اقصد. خلينا ما انا بتكلم، خلينا اقول لك النهارده انت تكسب جلال. المشكله الكره المصريه في السنين الاخيره دي الروح اللي موجوده في اللعيبه مش موجوده بشكل كبير جدا. يعني بتلاقي اللعيب مثلا
في النادي متالق. شوف مثلا مباراه الاهلي والزمالك، الروح عاليه جدا بالنسبه لعيبه الاهلي والزمالك، يعني زي ما كده بياكلوا النجيله. المباراه الاخيره مثلا يعني انا بتكلم في مباراه الاهلي والزمالك بشكل عام، حاجه يا استاذ رامي، بتلاقي نفس المستوى ده مش موجود مع المنتخب. حاجه بصراحه الروح دي المفروض تبقى موجوده في كل اللاعبين في الدنيا، مش بس في لعيبه مصر ولا الاهلي والزمالك. فالروح دي حته على جنب، لكن انت بقى لو اتكلمت على امور فنيه ومستوى فني ومستوى بدني للاعبين، فاحنا لا احنا متاخرين. خلينا واقعيين يعني، لا كلاعبين ككواليتي لاعب، حتى اللاعبين في الاهلي والزمالك اللي بتتكلم عن الروح كان الروح شغاله حلوه بس الكواليتي مع المنتخب كريم. انت عندك 90 دقيقه في ماتش الاهلي والزمالك، ممكن تطلع منهم 30 دقيقه ممكن يكون فيهم لاعب. صح 30 دقيقه مش كنت عايز تقولي مع المنتخب ايه يا استاذ رامي؟ بالنسبه للمنتخب انا بتكلم على الروح الفتره الاخيره. أيوة دي يعني ما فيش روح. ثانيا والاهم، هل لو كابتن ايهاب جلال مش موجود مع المنتخب في مباراه اثيوبيا واللعيبه دي بتلعب بدون مدير فني، ما تقدرش تفوز على اثيوبيا؟ لا طبعا. بس فالمشكله برضو مش عاوزين نحمل الكابتن ايهاب جلال. انا مقتنع ان انا بص انا وخلي بالك برضو مباراه كوريا الجنوبيه لعيبه مش مباراه كوريا الجنوبيه برضو ما اثير والتصريحات يمكن استاذ جمال علام قالها قبل هذه المباراه وتلميحه بالاطاحه بالكابتن ايهاب جلال اثرت بشكل كبير جدا 100% على الكابتن ايهاب جلال واللعيبه نفسها. انا كان نفسي اطول اكتر من كده والله، الحوار ممتع جدا. استاذ رامي شرفت ونورت، انا اسف الوقت خلص والله وطولنا شويه بس نورت. استاذ احمد شرفت ونورت كالعاده، وهرجع لك تاني في قصه سامي ومصن بعد كام يوم كده. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا واشوفكم يا رب على الف خير.